أعزائي الكلاب، مرحبا بكم في حلقة جديدة من فاست نيوز. إليكم أهم ما ميز هذا الأسبوع. بعد أن شاهد أكثر من 18 ألف شخص حفل ليتل ميكس في الهواء الطلق بمركز أبردين للمؤتمرات يوم السبت الماضي، ذعر معظمهم بعد انتهاء العرض لأنهم بدأوا بالتدافع ضد السياج المعدني، حيث حاول موظفو الأمن توجيه الناس خارج الملعب، في حين أصبح الآخرون غير صبورين وبدأوا في تسلق الأسوار وحتى الزحف تحتها، مما سبب فوضى عارمة. وجميع الحضور كان مستاء من هذا الشيء لأن التدافع جعل الحفل سيئا لأنهم لم يستطيعوا الاستمتاع به، وعاتبوا الطاقم على هذا التنظيم. أغنية Back to You لسيلينا غوميز يتجاوز 100 مليون مشاهدة بعد شهرين من إطلاقه. يذكر أنها الأغنية الخاصة بالموسم الثاني من سلسلة 13 Reasons Why. من منكم شاهد السلسلة؟ هل أحببتموها؟ ما هي الشخصية التي تحبونها أكثر؟ وما الذي فهمتم منها؟ أوفسيت يشتري سيارتين متشابهتين من نوع لامبورغيني، واحدة خضراء له وواحدة زرقاء لحبيبته كاردي بي ووالدة ابنته كولتشر، وهذا ما نشره كلاهما على حسابهما الشخصي في الانستغرام تحت هاشتاج لامب توك هيز اند هير. يذكر أن كاردي قامت بالانسحاب من جولة 24K ماجيك لبرونو مارس لأنها تريد أن تتفرغ للأمومة هذه الفترة قبل أن تستعد لجولتها العالمية التي كانت قد أجلتها بسبب الحمل. بالمناسبة، هل رأيتم سرير الصغيرة كولتشر؟ ما رأيكم به؟ وقد تلقته هدية من صديقتها بريما دونا وهي أيضا رابر. ما رأيكم في الكوفر الذي أدته سابرينا كاربنتر لأغنية أريانا غراندي God is a woman؟ فقد قامت المغنية الجميلة البالغة من العمر 19 عاماً أثناء ظهورها مع إلفيس دوران في برنامجه الصباحي، حيث تحدثت عن الفيديو الموسيقي الجديد الخاص بأغنيتها Almost Love وعروضها التي تقوم بها في النوادي، كما استغلت الفرصة أيضاً للتعبير عن حبها ودعمها لديمي لوفاتو وأسرتها عقب ما حدث لها بسبب الجرعات الزائدة، وأرسلت لها صلواتها. ما رأيكم بالكوفر؟ وما رأيكم بالكليب الجديد Almost Love الذي أطلقته قبل أسبوع؟ أغنية جينيوس للSD الذي تعاون فيها كل من سيا ديبلو ولابيغانت تجاوزت 45 مليون مشاهدة وتجاوزت الملايين من الاستماعات على سبوتيفاي. أغنية جينيوس تتألف من الموسيقار الإنجليزي لابيرانت، المغنية الأسترالية سيا والمنتج الأمريكي ديبلو، تم إصدارها يوم 3 مايو الماضي. أما الفيديو كليب فهو من إخراج المبدع بين جونز وتحريك الرسوم من جابرييل ألكالا. يذكر أن سيا تعاونت في كتابة وغناء أغنية جديدة بعنوان Arrested مع نورما جين مارتن وتم إطلاقها قبل 3 أيام. هل سمعتموها؟ ما رأيكم بها؟ Girls Like You لمارون 5 أصبحت الآن الرقم 1 في راديو بوب، وهي الأغنية التاسعة في الألبوم السادس للفرقة، تم إصدارها من 222 Records وإنترسكوب Records، وقد وصلت الأغنية إلى الرقم 3 على لائحة الهوت 100 بيلبورد في الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن جاستن بيبر وهيلي بالدوين سيتزوجان أقرب مما نتصور، فعندما سأله أمس أحد الباباراتزي عن ارتساماته حول أغنية No Brainer قال إنها رائعة. بعدها سأله مرة أخرى ما هي الخطوة التالية، فأجاب جاستن الزواج. وعندما سأله ومن ستكون سعيدة الحظ، نظر إلى هيلي بطريقة جميلة.
يمكن أن يتزوجها في أي وقت من الآن، وقد شهد فعلا يوم 29 يوليو عند قس، وتبدو عليهما السعادة. وعدا أنهما شهدا وهما في أحضان بعضهما عدة مرات مؤخرا ويقابلان بعضهما، فإنه يغازلها بشكل مستمر ويبدو أنه وقع في غرامها. فحسب مجلة بيبو، فأثناء عشاء رومانسي في أحد المطاعم، عندما كان النادي ليقدم لهما الطعام، قال له جاستن: إنها مثيرة، أليس كذلك؟ لقد أحسنت الاختيار، ها؟ فخجلت هيلي وظلت مبتسمة ومصدومة بشكل إيجابي من تصرفه. How romantic! أما عن الألبوم، فهناك احتمال أن يطلقه جاستن في نهاية هذا العام أو في أوائل العام 2019، وهما مواظبان على الكنيسة يومياً، كما شهدا يتسوقان في أحد المحلات التجارية. يبدو أنهما فعلاً يستعدان للحياة الزوجية، ما رأيكم؟ أما عن هيلي، فقد نشرت هذه الصورة على إنستغرام ستوري الخاص بها، يحتوي على تيشيرت مكتوب عليه السيدة بيبر المستقبلية مع خاتمين، وهو هدية من أليسون كي، كما أنها تستعد لتصبح الوجه الإعلامي لتومي هيلفيجر. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم. إلى اللقاء في حلقة قادمة، نحبكم.